بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون، وأمل فضلك ومعروفك الطالبون، ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك، وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبيدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك، فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك، وعدت عليه بعائدة من عطفك، فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين، وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين، وسلم تسليما. إن الله حميد مجيد. اللهم إني أدعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.